كما قالت مارين لوبين، احنا ما عندناش عدوان مبدئي للهجرة. يعني احنا بنبص لحالة البلد، حالة فرنسا، ونحاول ننسق الهجرة بالنسبة لقدرة تحملنا المالية الاقتصادية والثقافية. احنا حاليا عندنا اقليات مهاجرين سابقين لسه ما عرفناش ندمجهم الى القوم الفرنسي، واخد بالك؟ ما مش قادرين نعمل منهم مواطنين فرنسيين ذات ثقافة فرنسية، وفي منهم استقلاليين الى حد ما في على الارض الفرنسية، في مناطق بيطبق فيها قوانين اخرى غير القوانين الفرنسية، ناس عايشة في وسط بعضيها بيطبقوا قوانين اصولية، قوانين افريقية، قوانين اسلامية، وليست قوانين فرنسية. فاحنا عندنا مشكلة مع بعض الأقليات اللي هم في البلاد عندنا، فإزاي طيب. وإحنا لسه ما حلناش المشاكل دي نسيب الحنفية مفتوحة ونزيد المشاكل؟ مش لازم في وقت من الأوقات نوقف الهجرة عشان نحاول ندمج القوم ونوحد القوم؟ الواقع إن أنت لما تشوف يعني المهاجرين اللي جايين على المراكب في البحر الأبيض المتوسط 90% منهم جايين من أفريقيا، فدول لاجئين اقتصاديين، مش يعني مش تركين، مش طالعين من كوارث سياسية أنتم تسببتم فيها، لكن كوارث اقتصادية. بالظبط. طيب. فإحنا دلوقتي طبقا للأمم المتحدة في حوالي 500 مليون أو فوق، يعني ما بين 500 مليون ومليار ونص نسمة في على الكون، واخد بالك؟ مش لاقيين ياكلوا. طب احنا علينا ان احنا نستقبل كل الناس دي عشان احنا دولة حقوق الانسان. الاخوان المسلمين على الاقليم العربي اتهزموا في مصر، اتهزموا في تونس على وشك الهزيمة في سوريا وفي ليبيا. حصل ايه؟ الناس دي هجرت كتير لقطر، من ضمنهم في كوادر كتيرة هربانين في قطر، واغلبيتهم برضو هاجروا الى الساحة الاوروبية. عايزين من خلال الغزو والتأثير على سياسة الدول الأوروبية إن يرجعوا ويكسبوا معركة خسروها في الإقليم العربي، يستخدموا حقوق الإنسان ويستخدموا الحرية ويستخدموا العلمانية الأوروبية ضد الدول الأوروبية لأهدافهم الخاصة. فإحنا بنكافح بطريقة متشددة هذا الغزو، لكن ده لا يمنع أن هناك من اختارت الحجاب حرية اختيار، تلاحقها أنت أيضا وتطالب بأن تخلع حجابها. ماشي، بس احنا دلوقتي في عملية حرب غزو داخل جوه البلاد، واحنا بنحاربه ما فيناش ان احنا، انا عارف ان أغلبية النساء التي تلبس الحجاب في فرنسا ما بتلبسهاش بطريقة حرة. هحكي لك على قصة بسيطة، بس في عائلة مسيحية وصلت فرنسا من 5 6 أشهر، عيلة بسيطة عايشة في ضواحي فرنسية أغلبيتها إسلامية. فشفت يعني بنت هذه العيلة عندها 18 سنة بتقول لي إن عشان تنزل من بيتها تروح محطة القطر بتتحجب. فبقولها ليه بتعملي كده؟ قالت لي عشان لو نزلت عادية لحد محطة القطر بتشتم واهان. وهي في فرنسا؟ وهي في فرنسا. ما هي مارين لوبان، يعني شوف احنا وصلنا لأني درجة. يعني في بعض الاحياء يعني يسيطر عليها. اكيد. ده حصل. فما تقدرش تنزل من بيتها غير محجبة؟ غير محجبة. طب ودي ذنبها ايه؟ انت بتصور لي ان بعض الاحياء في فرنسا طلبانية، يعني تحولت الى مناطق طلبانية او جزء من افغانستان. اديك قلتها. انت عارف لا انا ما اقولش بسألك. لا ما فعلا هو ده اللي حصل. انت عارف ان الصحف من حوالي 3 أشهر كشفوا ميليشيا اسلامية اصولية بتفتش في الطلبات اللي بيشتروها العائلات في بعض الضواحي من السوبر ماركت عشان يطلعوا منها كل الحاجات اللي مش حلال. دلوقتي فرنسا معروف هويتها ومعروف ثقافتها ومعروف تاريخها، اللي بيحبوا يهاجروا الى فرنسا يبقى لازم يبقوا فرنسيين، لان مفيش اصلا حد مجبر انه يهاجر، فاهم؟ يعني انا لما هاجر في بلد
وعايز أطلب جنسيتها يبقى لازم أصبح مثل شعبها، لأن لو عايز أستمر كما أنا اتولدت يبقى كما أنا يعني عايش، طب ما عيش زي ما أنا في بلدي. يعني أنت دلوقتي عايش تيجي مثلا كجزائري أو كمغربي أو كسنغالي تعيش في فرنسا وتستمر جزائري ومغربي وسنغالي، أو تستنغلها. طب أنت دلوقتي أو بالظبط كده، أو تفرض السنغال والمغرب والجزائر على الشعب الفرنسي،